يشهد العالم تحولا كبيرا باتجاه قطاع التكنولوجيا بشكل عام، إذ أكد علي مطر رئيس حلول المواهب وأسواق النمو في شركة لينكد إن لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال إنه من خلال بيانات عام 2016 فإن 6 أشخاص من أصل 10 يتقدمون لوظائف في قطاع التكنولوجيا، وهو الأمر الذي يتلائم مع النمو الاقتصادي العالمي. من خلال الداتا الموجوده على شبكه لينكد ان رح نقدر نساعد نعطي معلومات عن الجوب ماركت سبيسيفيكلي الفيوتشر جوبز ريكويرمنتس. اذا بناخذ على سبيل المثال السنه الماضيه التوب سكيلز ريكويرمنت بين 6 من 10 هن سكيلز ريليتد للتكنولوجي، وهيدي تتلائم 100% مع الفاندنج تبع الورد ايكونوميك فورم لما قالوا انه تقريبا 5 ملايين وظيفه بحلول 2020 رح نخسرها التكنولوجيا. واليوم على لينكد ان مبين عنا jobs requirements or skills requirements من ناحية الارتفيشال انتليجنس، روبوتكس، 3D printing كلها متوفرة اليوم.